نورت الغوطة أبو حاتم. نورة برجالة. يعلم الله اللي عملتوه معي يا رجال. دين برقبتي طوال ما أحيا وعيش. لا يا عم يا أبو حاتم لا. أنت محسب حالك هوين عند منا؟ إيه عليم الله كرمال عيونك التنتي. بخربت الدنيا كلها فوقاني تحتاني مو بس الكركون. صحيح عديد. يعني شو هالصدفة هي؟ قدرنا نفوت على الكركون بكل سهولة. لأنه بري لك سمعه بري. والبري رب العالمين بيسر له طريقه وبيحميه. لهيك ما خسرنا ولا نقطة دم. بس ما عرفنا مين المستقصدك عمي أبو حاتي. إن شاء الله تكون أنت عرفته. إن شاء ما ربي عز وجل يوم القيامة يحاسبني لأني أخذت الناس بالظني. لما بتأكد منه ببقى بقلكم شو اسمه. شو يا أبو أحمد؟ ما بدكم تحتفلوا بأبو حاتم شيخ قضايات الشام؟ نمس يطلع لي بكوابيسي. يخرب بيته على النبقة اللي نبقى لي اياها. تقول ابو بريس مدهرين. بقى هذا اللي صار يا شيخي. الحمد والشكر لك يا رب. هلا ارتحت وطمن بالي. حاكم ابو حاتم ما بيستاهل الا كل خير يا ابو فارس. خير يا شيخي خير. شايفك مروق مبسوط. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي والله يا ابو كامل شلون ما بدي اكون مبسوط واخونا ابو حاتم صار برات الكركون. شو هالحكي؟ يعني معقوله يكون ابو جودات تركه لابو حاتم بهالسرعه؟ لا يا ابو كامل لا. وما المرء الا باخوانه. وابو جودات ما افرج عنه. بس هذا معتز والشباب اللي حواليه قدروا يهربوا من الكراكون امبارح بالليل. اه ابري عليهم. اما خبريه حلوه. اي والله الله يكثر خيرهم. خبريه حلوه يا شيخنا. اي والله خبريه حلوه. يلا يا جماعه خلينا نلحق صلاه الصبح. يا جماعه تفضل. وين الست الوالده يا بنتي؟ والله تعبانه يا شيخي ما بتقدر تحكي معك. خير خبرها شيء؟ معفاي باذن الله. كتر خيرك يا شيخي. وخيرك يا بنتي. يا ريت تخبري الست الوالده انه معتز وكم شاب من شباب الغوطه القبضيات هربوا ابوك من الكراكون امبارح بالليل. عن جد؟ الف الحمد لله يا ربي. وبتخبريها كمان انه ابو حاتم خير وسلامه ولا تاكلوا همه بنوب بنوب. وهلا ما رح يقدر يرجع الحاره لهون لبينا ما الله يفرجها عليه. وأمانة يا بنتي شو بتعتاز وبتبعتوا لي خبر. كتر خيرك يا شيخي انت كفيت ووفيت. يلا بخاطرك يا بنتي. شو مطيعة شو كان بده الشيخ عبد العالي؟ أبي يا شيخ أبي هربت الكركون. فرحة شلون عرفتي شلون؟ معتذروا بقعدوا امبارح بالليل هربوا. يا ألف الحمد لله يا ربي ألف الحمد لله. رح خبر أمي أكيد رح تخبر كل شيء. ما تكون طالعة. أبي أبي يا حميدي أبي هرب بالكركون. شو رح أحكي أختي؟ وصحتها مو عاجبني مني. ليش ما عطتي الدواء مثل ما قال صاري؟ هلا كان عطيتها بس ما عم توعى على حالها بنوم. دخيلك يا حميد دخيلك جوزك لازم يشوفها. انا ماني مطمنه منهم. ايه اكيد اختي اكيد حمزه رح يمر لهون يشق على امي. هاي حاتم فاقوا عم يبكي كمان اكيد جوعان. حرام من امبارح على لحم بطنه. لو ما سكتت له جوعته بشويه مي وسكر ما كان نام. شو بدي ساوي يا الله شو بدي ساوي؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. متيعة
روحي جيبي لي مي باردة بس من الجرعة. حاضر اختي. يا رب انت العالم بالحال، يا رب تطلع تطفينا. منيح اللي خبرت بيت ابو حاتم الخبريه شيخي، طيب انبسطوا بيفرحوا انه ابو حاتم صار برات الحبس. الله ييسر له، وان شاء الله بنعرف اللي لزع له التهمه بجاه سيدنا محمد. امين بجاه رب العالمين. ابو قاسم انت ما تاخرت على ارض الوقف؟ لا شيخي ما تاخرت، يلا توصينا بشي. سلامتك والله، تروح وترجع بالسلامه. الله يسلمك، يلا سلام عليكم. مع السلامه، ميسره باذن الله. روح عمي روح. يا مان الله ابو قاسم. صباح الخير ابو شاكر. صباح الخيرات مولانا. شو مبكر اليوم؟ بدنا الحرزنا والله شيخي. الله يرزق الجميع يا ابي. الله يبارك فيك. بدك شيء عاوز شيء؟ معاك الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام، الله معك. لوينك حولي؟ رايحة على بيت جوزي. واللي خلق الخلق وبسط الرزق مكسورتك ما بتخطي باب البيت. امي بوس ايدك، بوس ايدك، ليش هيك عم تعملي معي؟ شي بدك يعني ارجع لبيت جوزي؟ شي بدك يعني اتطلق؟ لا يا قلبي ما بدي اياكي تتطلقي، بالعكس انا بدي اياكي ترجعي له، بس شو؟ بكرامتك، لانه هالامن الصنصاص درتك اللي ما رجعت له الا بعد 100 بوسه ايد ورجل لابوها ما لا احسن مني. ما فشرت تكون احسن مني. بعدين مين قال لك انه راح باس الايادي اللي رجعت له؟ اصلا انا بدي روح على البيت مشان طقق لقلبها وما خليها تستفرد فيه. ارجعي لاوضتك، ارجعي احسن ما رجعك لجوا مكرسحه. ها لك يبعث لي حمى، يبعث لي حمى على هالعيشه، يا ريتني موت وخلص ارتاح. استغفر الله العلي العظيم من كل ذنب عظيم. انا الحق علي، انا الحق علي يا تيتي، لانه امك بدي اياها ترجع لبيت ابوكي بقدرها وقيمتها. لك شو اعمل بحالي؟ لك بحطها بصدر البيت بلاقيها بالعتبة. توبرين هيك لكان، قلت لي ابو قاسم راح على ارض الوقف. اي نعم سيدي. وانت شو صار معك مشان نمس عم تدور عليه؟ عم بعمل جيتي سيدي، بس ان عرفت عنه شيء رح خبرك. اوعى اوعى تخبرني ولا تجي لعندي، بطلع بصوت خليص. اكا اكا سيدي، في شغله ثانيه عاوزك فيها. كمان اكا. كلك ابو ملعون اللي ياخذك ان شاء الله، كل الوقت عم تاكل، روح اعمل لي فنجان قهوه لاتزهرم وبعدين بحاكيك فيها. مش مين شفتيلي ريقي؟ عم قلك اطمني، حطي ايديك ورجليك بمي بارده. واخي معتز بخير. ايه الحمد لله تقبرني. القهوه ابن عمي. سلموا هالايدين يا هدى. وايديك يا مرت عمي، انا رايحه اساوي لكم كسر السفره. ايه الله يرضى عليك. ليه دوت تعي لهو، بدي اياكي تحوصي بشغل البيت كله، وما بدي امي تمد ايدي على شغله، فهمتي؟ ايه بس انا حب لابن عمي وبخاف الشغل ياثر علي. إيه لا ستي ما بكي شيء، ما شاء الله حولك وحواليكي، ليكك مثل القرده عم تطبطي على الارض ما عم تحطي. انا مثل القرده ابن عمي. قصده حبيبتي انه ظهرك قوي وحبلك كامش ان شاء الله. امي الملاف السعاده ولي على قامتي عليك. لك امي والله هدى طيبه ودرويشه، ما بصير تحكي معها الحكي. الظاهر يا امو اني دللتهم ودلعتهم كثير، هي ولطفيه. معلش خليني فرجيهم العين الحمراء والمرجلة عن حقه حقيقي. يو الواه الواه يا مو هلا. يا مو المهم هلا، كيف اختي دلال؟ منيحة تقبرني منيحة. بتيري بالك عليها، اختي دلال هلا بالعدة لتلال، ما بدي اياها تنكشف على الهوا الطاير، ما بدنا حدا يجيب معدلنا بالعاطل يا مو. ان شاء الله بتطلع على قبري، ذكرتني بابوك، الله يرجع لي اياه بالسلامة امين يا اخ. صدقيني يا ست الكل، من يوم اللي دريت انه هو عايش وما مات حاسس حالي طاير من الفرح وما حدا قدي، وعم بستنى الساعة اللي يرجعنا فيها. تقبرني ان شاء الله، ما عرفتوا لي وين اراضيه، وين محبوس. طمني يا عصام طمني، اخي معتز رح يسأل ويدقدس ويعرف وين محبوس، وساعتها رجعته ما بتاخديها غير من هالشوارع. ان شاء الله. حمى مين هيك عم يدق علينا الباب؟ شوف مين. تقبرني. يلا جاي جاي. يا لطيف يا لطيف، الطف يا رب. لي على قامتي يا امزكي، اخي حاتم ما اكل من امبارح، شو بدنا نساوي؟ على قامتي ان شاء الله يا رب. يا رب شو بدنا نساوي؟ ها تذكر شو؟ ام نعيم مرت ابو نعيم الطرابيشي. ايه؟ هي مرضعه، هلا بروح بجيب لك اياها وبجي. دخيلك يا امزكي، معتمدي على الله وعليك بهالشغله، المهم انها تقبل تجي معي. ولا يهمك، لك انا امزكي وبس، ما برجع الا انا وياها. وام نعيم لما بتعرف انه جايه لبيت ابو حاتم مشان ابنه دغري بتمشي معي. الله يسمع منك. وينك شريفة الله يرضى عليك، لبين ما روح جيب المرضع واجي اعملي لأخوك شوية يانسون وعسل مشان يسد جوعته شوية. صحيح ما سألتك شلون صارت امي؟ امي
امي السخونه ما عم بتروح عنا منو. عطيناها دواء وعملنا لها كمادات مي بارده وما استفدنا شيء. يو وينو صهرك الحكيم حمزه ما يجي يشوفها؟ ان شاء الله ما بقى الا يجي. الهي عافيكي ويشفيكي يا ام حاتم، والله ما بتستاهل الا كل خير قدره. لفوت شوفها شوي. بعدين تقبلي، المهم هلا تروحي تشوفي لي المرضى. اي طيب مثل ما بدك، الحق معي. لا تتاخري امزكي. لا لا بس مشوار طريق. السلام عليكم. وعليكم السلام. زكاتك امزكي ردي الباب وراكي. على عيني. علي خالي سليم. اهلين بشوكت، شلونك؟ والله الحمد لله، انت شلونك؟ احسب شواربك يا طيب. رحلو لك شو هاد يا بسعيد؟ شو هاد صاير عم تحكي كلام اكبر منك؟ لا تكون عم تقعد مع ابوك بالقهوه. لا ما عم بقعد، بس انا بضاي مثل خالي معتز. ايوه مثل خالك معتز. ليش نحن مو عاجبينه؟ قلي هلا شلون الكتاب معك؟ ليش ما بتعرف انه حفظ صوره البقره كلها؟ شو هالحكي يا بسعيد؟ من حقها عملك حفظها كلها؟ شو مانك مصدقني؟ ليك ايه ما حكيتك شي يا بسعيد. مصدقك. الشاي ابن عمي. يسلموا ايديكي. وين امي ودلال وبوران؟ ما يجوا يكسوا السفره معنا؟ قاعدين جوا بالاوضه ابن عمي. صبي لي شاي مرت خالي. ايه تكرم عيونك حبيبي، بس ليبرد شوي. مو غريبه جايه بوران على بكره الصبح؟ والله غريبه. ولا سليم امك وابوك متخانقين شي؟ لا وشو؟ جايب العريس ما بنعرف عنه شيء، قال قايل له عنه شيخ سليم بالكتاب. لك بنتي، لك بنتي ليش مكبر الموضوع؟ هي كلياتنا تجوزنا صغار. ليش انت ما تجوزتي عمرك 16 سنه دخلي؟ مزبوط يا مو، انا تجوزت بنت 16 سنه بس مو بعمر 12 سنه. هديه لساتها صغيره وجوازتها هلا حرام. يا مو بوران معها حق، هديه لساتها صغيره. يعني صحيح انت تجوزتي صغيره وبوران وستي، بس هذا غير زمان. والله بنت 12 سنه ما بتقدر تحمل مسؤوليه على كتافها. انا مالي شايفه فيها شيء، البنت اولتها واخرتها لبيت جوزها. المهم انت ما تخلقي مشاكل مع جوزك. يو عجبك دلال؟ طلعت انا الغلطانه، قال انا جيت اشكي لهمي كمان. لك يا حبيبتي يا حبيبتي شو بدك تعملي؟ قال فالج لا تعالج. إذا البنت عنا هيك بتكون لعبتها بإيدها وعم تركض وتنط بأرض الديار، وفجأة بيمسكوها بيزتوها ببيت جوزها بدون حتى ما يسألوها. يعني شو بدي أعمل هلأ؟ إذا سايرته وخليته يعمل اللي براسه رح يجوزها للرجال ما بنعرف عنه شي. ولك خيري يحكي لك كلمة. شو بدي أحكي؟ أنا شايفة أنه كل شي عم تعمله بوران على الفاضي. على الفاضي؟ ايه على الفاضي ام سليم. يعني شو ما عملتي شو ما حكيتي يلي براس جوزك بده يعمله. ان قلتي ايه وان قلتي لا. دلال اعطيني غطاكي بدي اطلع لبرا. لا حول ولا قوه الا بالله. شرفي فهمت شو قلت لك يا ابو شاكر؟ بتراقب لي قهوه ابو حاتم، مين فايت مين طالع مين قاعد مين عم يستطلع، وبترجع لعندي دغري. اكا درمل على دكانتك. بسيطه، حتى لو هربت حتى لو هربت يا ابو حاتم والله لخليك تحكي مع حالك وانت بعيد عن الحاره. انا مشحر اخ يا سيدي، اسمع عليك اتراني ناس عمياني مدى يا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم شفتوا ولا لا اخي؟ لا تاخذني شفتك نح، لا تقعد تبحث تنكشنا الزباين، صار لنا ساعه من نظف من افاق. مين؟ ابقى عود عمي ممنوح. اهلين اهلين ابو قاعود. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابني. شو صحتك؟ ان شاء الله بخير. نشكر الله. عندك زباين؟ لك يا ابني منين عندي زباين؟ شو شايفني من الناس الاكابر؟ لك نحن مقضينا يا دوب على البرغل والفول والحمص. سيدي الله يطعمك من نعيمه. ابو قاعود ابو قاعود يا ابو قاعود وينك يا عريسك؟ والله عزت لي. وحشت الله. شلونك؟ والله الحمد لله الحمد لله. ده سلمت على عمك نه؟ لك مشان واجبك. شلونك عمي ابو ممدوح؟ الحمد لله. شو ما عرفت شي عن ابو محمود؟ لا والله يا عمي ابو ممدوح ما قدرت اعرف شيء. شنو مامون بيك ما خل عليه يكسر باب بيته وفوت وشوف اذا كان صاير له شيء ولا لا. ليش؟ ما بعرف، انا ابو محمود مو موجود. اوف، وشو اللي اكد له انه ابو محمود ما له موجود؟ شو بيعرفني؟ قال ربي اعلم. لك وين كنت ابو قاعود؟ عم دور عليك من الصبح. عم دور علي؟ انا
ليش؟ شو بدي اقول لك؟ نظفنا ارض الديار من ورا شجره كبات وبدي اياك تيجي لعندي تيمو. لعيونك يا بدر، اول شيء يروح لعند مامون بيك، بدي ارفض له ارض الديار عند منه وبعدين بمرق لعند منه. يلا ابوها بخاطرك عمي ابو ممدوح. الله معك يا ابني. شفتك؟ لا تاخذني، عم بحكي مع نح يا حريق. درويش هالزلمه، مو هيك ابو بدر؟ اي أيوة والله يا عمي يا ممدوح، يا حرام مسكين ودرويش وعلى البركه على البركه. لك وحتى اذا حكى له كلمتين ما بتفهم منه شيء. مشان هيك فوزية قالت لي خلي يجي لعنا على البيت يشيل ورق الشجر من ارض الديار وبعطيه اواعي عتيقه من عنا. حرام. اي أيوة والله يا ابو بدر، ترى بتكسب فيه ثواب كبير. خليكي عم تعملي لك كمادات اختي مطيعه. حاضر. دخيلك ابن عمي طمنيش. صراحه يا حميدي وضع على مرت عمي مو عاجبني بنوم. ليش ما امي؟ عندها اعراض حمى ولازم ننقلها على المستشفى. يا مستشفى؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خليلي خليلي طرق خليلي طرق. شو هالحكي يا ابو ديبو؟ ما بصير ما بصير تسكروا القهوه، هي باب رزق الكم ولعياله لعمي ابو حاتم. والله عم تحكي مزبوط يا ابو شوكات. لك ها وينها؟ انا رح روح جيب حده من البيت ونفتح القهوه ونتوكل على الله. معلوم الله معك. خاطرك. اهلي يا عمي ابو فارس. يا ابو ديبو يا هلا. اهلين ابو فارس. ابو شوكات كيفك؟ شو شعر ولا دقن؟ لا شعر ولا دقن. لكن شو جاي تساوي؟ جاي اخذ عندك الخلطه اللي اعطيتني اياها هذيك المره. يعني الخلطه جابت مفعولة وجابت نتيجة؟ لك آي شو جابت مفعولة علي بالطرباش، رجعتني 20 سنة لورا، صرت بطلع صوم. الحقني لك رحلو رحلو. ما ترى أنا شحر أنا يا سيد زبالي كتراني ناس عمياني مدد يا سيدي معتر أنا شحر أنا. لك يا أبو مرزوق، شو الفرشة اللي جايب لي إياها على بكرة الصباح؟ شبه الفرشة فرشتي وأنا بدي نشيدها. شو بلاش ولا بصاري؟ ايش طالب مني حسن؟ ايه لك يا برزوق، الفرشه اللي جايب لي اياها ما رح تنفع. اول باشتان الوش قديم كثير ومهتري. يا سيدي من غيره. وثاني باشتان شو هو؟ ثاني باشتان الصوف وسخ ومرطب ومعفي وبده تشميس على الاسطوح اكثر من شهر. ايه باينت هالفرشه الى 10 سنين ما تنجدي. شو 10 سنين؟ الله وكيلك نجدت عند ابو عزو بحاره المسكي من 5 سنين. اصبح خذها لعند ابو عزو خليني اجيت لك اياها، لاني انا ما بشتغل شغلي للكم. الحق علي اللي انا جيت لعندها. احترامي سيدي. اهلين رستو، شو جابك لعنا؟ جاي زياره ولا لك حدا هون يا رستو؟ لا سيدي مو زيارة، بس الداخلية رجعت نقلتني لهون وهي ورائي. اهلا وسهلا. شوف شلون كانت خدمتك بالابون؟ مبسوط؟ مليحة كثير سيدي كانت. خير اهلا وسهلا. سيدي في مجال اعرف شلون مات نوري؟ من اولها. ايه ماشي يا استاذ، تكرم عيونك. يا رستو نوري ما تقوص لأنه كان كتير غلبة من أولها. بتشد بوزك لا بتسمع ولا بتشوف، وشو ما بقلك بتنفس، فهمان؟ إن أنا ما خلتني. احترامي سيدي. نشتك وعام. ترك لي ايدك أبو قاود، قول شاب شاي رويني دماتك. الله حياك عمي يا ابو الورد، كتر الف خيرك والله.
صحيح ابو قاود انت متجوز؟ حقك تتمالس علينا يا ابو الولد لكن يا عمي ولكن انا يا حزرتي مين هي يلي تبل فيني لقبل عمتي عندي عمي عمره 70 سنة هيك معنسة وعلى كيف كيفك بتقبل فيك شو رايك حكي لك اياها؟ لا 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 عمي دبر لها عريس تاني أقول لك ليش أنا مكتوب كتابي على بنت خالتي بتعرفه لأبوها لا يا أبو قعود لا زعلتني منك حتى أنت ما عم ترضى تاخد عمتي شلونك ياسين؟ أهلي مأمون بيق أبو الورد نعم سيدي روح افتح المضافة وبخبخ قدامه وافتح شبابيك الله معك أمرك سيدي تعال لك تعال ثاني مرة لا تتغالظ على أبو قعود أما عمتك العانس فإلهي شوف خاطر عزرائيل على ريب يا رب الله معك أمين أمين السلام عليكم تعال هون التاني مرني مأمون بيت أنت ليش صفنات لما ناديت لك ياسين اسمك ياسين مو هيك انبلا انا اسمي سين بس صفنت لانه من زمان ما حدا نادالي ياسين بالحارة الشباب كانوا يعيطولي ابو قعود شباب وابي الله يرحمه كان كمان يلي ابو قعود بس ميمتي كانت هي اللي تندهري وتقلي ياسين ياسين صالح ابو زيد مو هذا هو اسمك مظبوط ما شاء الله عليك على هالقدره يا مأمون بيك انت شو عرفها يعني ما بيخفى علي شيء بهالحاره انا بعرفك وبعرف اسمك وبعرف شو بتشتغل وليش جاي لهون ما عم افهم عليك يا مأمون بيه لك خلص اطلع من السلبة هيك بواب ما بتفوت علي بس بتعرف عن جد مبسوط منك قول ليش لأنك بسرعة فت بين رجال حارة الضبع وخليتهم كلهم يحبوك لا عليك مو معقول لك انت عامل جدبة اللي بشوفك بيقول عن جد جدبة نازلي عليك حفر وتنزي هذا كله أضل رب العالمين يا مأمون بيه تقول مشخصاتي مشحر أنا مع هتر أنا آخ يا سيدي لا شرحوا بيشلح لحالو لا ما شو بوها لك عن شو عم يحكي والله رح بجنني يا الزلمي معقول يكون عريف وعم يلعب فيني وبأصابي يعني والله حاسس كان مش علي شيء بس شو هو الله أعلم لك لا لا لو كان بيعرف إنه أنا أبو دياب اللي حقق معي بالسجن من كم سنة كان حط الفرد براسي وأوصي من بين عيوني يا ريان سلام عليكم يا مرزوع أخي أبو مرزوع أبو مرزوع أبو مرزوع أبو مرزوع وينه؟ سفق نحو خلاص يا ريان أحمر يا ريان بلدي يا خيار السلام عليكم عمي أبو الشاكر أهلين أبو قعود عمي أبو الشاكر الله يسلك بلاقي عند منك في طلعة صوف لأنه أوه كده تعال تكرم تكرم ابو قعود عندك 10 دقائق لبين ما ظبط لك الطراعه سر قلبك وخاطرك الله يخلينا يا ابو مسخر يا عمي ابو شاكر انا ما بغيب كثير شغلت 10 دقائق وبرجع عند منك ما اقدر انا ومسحر انا الله يعافيك ويشفيك يا ام حاتم بجاه لا اله الا الله
كتر خيرك يا ام عيد، هالفضل ما رح ننساه ابدا. فضل الله يا اختي، رح ارجع لعندكم النسا والله يشفي لك امك بجاه النبي. امين يا رب. الله يسمع منك يا ام نعيم. شريفة رايحة أوصل أم نعيم وأرجع، بدك مني شيء؟ لا تقبريني، بدي سلامتك، بس لا تقطعينا مثل عوايدك. إيه إن شاء الله ما بتنقطع من الدنيا يا حق إلهي، لخلص هالكم شغلة بين إيدي ما بتلاقيني إلا جيت لعندكم، يلا خاطركم امشي أم نعيم. مع السلامة، مع السلامة، كتر خيركم، الله معكم. ديري بالك على أمي. إن شاء الله. شو أختي؟ راحت امسكي من مرضعه؟ ايه تقبريني راح. وان شاء الله اخي حاتم شبع؟ ايه الحمد لله شبع. بالاول رفض ياخذ صدره، بعدين هيك مدري شلون الله هذا اكلونا. ايه الحمد لله. الف الحمد لله. اختي برضاي عليكي، طلعي شقي على اخواتك سحر وفاديه، بعت لي حمى عليهم كثير متضايقين على امي. حاضر اختي. يلا اختي انا فاتي شوف امك كيف صارت. بيجوا حميدي طمنيني شلون صارت امي؟ الحمد لله. سخوني خفيت. يا مو يا مو قومي يا مو. شريفة فايت يا مو، قولي لي شو حاسة؟ تقبريني عم بجعك شي؟ شو بكي يا مو؟ تقبريني احكي احكي لو كلمة وحدة. والله العظيم صار لنا يومين اكلين امك. يا مو بدي خبرك خبر كثير حلو، ابي هرب من الكركون. معتز ورفقاته قدروا يهربوه. وانت يا مو الحمد لله ما فيك شيء. حمزة عم يقول انه معك شوية فقر دم، يعني لازم تاكلي وتتغذي. بس يا مو إذا عم يجيك شيء قولي احكي مشان نعرف شو بدنا نساوي. معي شريفة؟ بسم الله عليك يا مو، تقبريني إن شاء الله. يا مو انت فكرك أبو حاتم ليش هرب؟ هرب مشان يجي يشوف هالوش الحلو. اهلين وسهلين. شو بتحشرب خالي؟ جيب لي كاسه شاي اكرك عجم مع نفس ارجيلي على كيوف كيوفه. صار تكرم عينك. اهلين. والله يا ابو العز اللي عرفت لك يا قبل ما يجي ابو جوده وعناصره وياخذوني على النظاره شيء خطير كثير. شو هو عم يحكي؟ أبو شاكر المنجد اللي بحارتنا؟ طلع لاله منجد ولا اسمه أبو شاكر ولا جاي من الكسوي. شو هالحكي؟ يعني ما له هربان مثل ما حكى مأمون؟ لا، وقصة التارك اللياتها كذبة بكذبة. الرجال اللي بعتت وراه وإجاني من الكسوي حكالي كل شيء وبيعرف أبو شاكر الأصل. طيب وليش لهلأ لحتى حكيت عمي؟ ليش لهلأ لحتى حكيت؟ والله ما بعرف يا أبو العز، بس كنت عم جوجلها بأعلاتي كبركي بتزبط. اي ولوين وصلت؟ ما وصلت لشي. بس يا عمي ما بيجوز تحصر بجواتها. اللي فضفض لي معلش احكي لي احكي لي. هلأ قصة أبو شاكر كلياتها كذبة بكذبة، والرجال مو هو مأمون. ليش فوتوا على الحارة؟ شو هدفه من الموضوع؟ مظبوط. شو بده من أفعال القصة؟ بس بركضاً أبو شاكر مخاتلها على مأمون مثل ما خاتلها علينا هالواطي. أبو شاكر يخاتلها على مأمون؟ لك مأمون بيخاتلها على بلد بحالها. محيلي قصة أبو شاكر. أبو الورد منو هاد؟ شو قصته هذا كمان؟ نعيمان. هاي واحد تاني فايت على الحارة، لا منعرف أصله ولا منعرف فصله. معناتها لازم نروح هلا على الحارة. هلا لازم نروح على الحارة يا بس. الفولتة على الحارة صارت خطرة كتير. بس الحكي اللي حكيته أخطر بكتير. لازم كل رجال الحارة تعرف باللي عم يصير. ما لازم المي تمشي من تحتنا. ما لازم تمشي من تحتنا. يا خيي يا خيي.
تبعت لهم داء السل، شلون بياخذوا لك بيتك؟ هذا يلي صار يا ام عصام. والمسيح والعطر، والمسيح والعطر، لما شفت العسكر قدام باب بيتي اتمنيت لو احشي حالي بكم قنبله وفجرهم واحد واحد. في يبعث لهم داء الفش على هالفصل، لك شو بدهم بالبيت حتى ياخذوا؟ هيك للقهر يا ام زكي، للقهر. قال شو؟ عاملينه بيت مونه للعسكر. ان شاء الله زهرمان البخاري ينزل على قلبهم. امين يا رب العالمين، الهي اسمع منك يا سعاد خانون. المهم شلونك هلا يا ام عصام؟ الحمد لله الحمد لله، عايشين بفضل رب العالمين. انا جايه ودعك لاني رايحه. لوين رايحه؟ ما بعرف بس رايحه. ما بقدر اعيش هيك مزلوله ومشرده من بيت لبيت، طق بموت من قهري. بس حبيت قبل ما اروح اجي لعندك وإليك هالكلمتين. تفضلي. شوفي يا أم عصام، المرأة مو بس بتنحسد على جوزها، لا كمان بتنحسد على أولادها، لأنه هي يلي جوات البيت وهي يلي بتربيهم. نيالك أنت أولادك عندك وبحضنك وحواليك مثل الصيصان. أنا أولادي تركوني، واحد راح على الحرب غصبا عنه وانقتل بالغربة، والتاني هاجر لحاله وبرضا وأكلته الغربة. وانتي نيالك خبي ولادك برموش عيونك. تعرفي لو ولادنا بيعرفوا قديش بيجرحونا ما كانوا هجرونا. نيالك على معتز، تمنيت يكون ابني، حسدتك علي، زقرتي وقبضاي مخبي حاله بأنزعته، بس عند الجد قبضاي، ابن قبضاي. كتر خيرك كتر خيرك على التربية يا ام عصام. شو اخباره لمعتز؟ معتز معتز كسر لي قلبي يا ام جوزي، مشتاق ضمه وشمر حقه. يا ابو عيون اللويزه بتجرحني بحد ازازي، على كتفه في باروده وعلى خده في غمازه، هيك بناتنا عم يقولوا للسوار. لك انبسطي وفرحي، فرحي وانبسطي قد ما بدك فرحي. حسان امرك مختار. تتذكر المره الفقيره اللي اخذناها على الخستخانه وعالجناها ورجعناها لبيتها؟ ام محمد مختار؟ ايه ام محمد. تتذكر وين بيتها؟ ايه بعرفه مختار. الله يرضى عليك. امسك تاخذ لها شويه اغراض وبطريقك بتمرق لعند الحكيم، خليه شق عليها. حاكم المسكينه مقطوعه من شجره ما لها حدا. الله يديمك مختار. واذا احتاجت لدواء بتشتري لها اياه. امرك مختار. السلام عليكم. وعليكم السلام. عقيد معتز، اهلين وسهلين. اهلين بالمختار. اهلين يا عقيد، شو اللي جابك لهون؟ والله مرات على حارتي قمت لقيت دورية فرنساوية، قلت لحالي بكف مغيابه بيجي لعنده منك. الحمد لله على سلامتك. نورت المضافة بوجودك، تفضل ارتاح. بوجودك. يا اهلا وسهلا. الله يسلمك ويسلمه يا مختار. وبيقول لك معتز، ديروا بالكم من هذا المنجد ابو شاكر، لانه هذا واحد كذاب وعم يظهر بشخصية واحد تاني. شو هالحكي؟ يعني هذا ما اسمه الحقيقي؟ لا، وبيقولكم كمان ديروا بالكم من أبو الوردي اللي بيشتغل بالمضافة، وحاولوا تعرفوا أصله وفصله. أبو الوردي؟ إيه؟ شو عليه؟ أبو شوكت، شو بتحتاجوا بتخبروني بكل ساعة وبكل وقت، أنا جاهز. كتر خيرك يا مختار، والله عم نعزبك معنا. كشو هالحكي يا ابني؟ يعليم الله انه اهل حاره الضباع غاليين على قلبي كثير. انا دائما بالخدمه عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا يلا اجينا، فتحتوا شيء؟ لا لسه مطرفين عيوننا. ها فتح. اللهم صل على النبي. ابتلي ابتلي يا ابي ابتلي. اللهم صل على النبي. الله اكبر. ايش هالتفاصيل الحلوه؟ عدي عدي يا امي عدي. شايف يا ابو بدر؟ خيطناه عند نزيها، هي احسن خياطه بالشام كلياتها. ليك فوزيه، خدت الجايه بتعملي لها تفصيلتين لوردي. من عيوني التنتين، وبدنا نخيط شروال لبدر كمان. ايه ضروري. خصوصي انه ما بيعرف شعر الببور.
قوم جيب الطنجرة والمعالق ويجيبها لقلك قوم. يا ليش بدك الطنجرة والمعالق؟ يا ابي جدهم. لك يلا على حالك هات لقلك. لك لهلا ما فهمت شو بدك بالطنجرة والمعالق؟ اتكل عليك بدنا نغني ونرقص هلا. يو لك بدك اهل الحارة يحكوا علينا. لك ما حارين بحالنا شو بدهم فينا؟ يلا خلي غني لي هي تبع التفاح كثير بحبها يلا. هزة يا جميل. ايه هزة يا جميل. يلا. هزة يا جميل هزة. هزة. دخيل عيونك شو حلوة ومهضومة. لك الله يحلي ايامك يا ام جوزيف. تفضلي تقبريني. تفضلي بدي. تفضلي اهلين وسهلين ومرحبتين. تسلم لي ريتك يا خاطر. وغربة ابني ايليا لو ما كنت موجوعة من جروحي لكنت اجيت بنفسي وزفيتك وغنيت لك. بس هذا يلي صار. هاي خالتي ام جوزيف بعدها مثل المرحومة امي. شو اسمك حبيبتي؟ سميرة. عاشت الاسامي يا سميرة. ام جوزيف تقبريني شنو ملايتي لي العروس حلوة ومجذبة مو؟ العذرة تحميها حلوة ومهضومة وعيونها سود. لك الله يخلي لنا ياكي يا حق. شو هدول خالتي ام جوزيف؟ خلاص ولا هدول نقوط للعروس. بأمرك. كتر خيرك خالي ام جوزيف. على شو كتر خيري؟ شو عملت انا هذا نقوط ونقوط؟ معلش تقبريني طولي بالك لانه بحبوكي بحبوكي. قومي اعملي لنا قهوة قومي. من عيوني حاضر. مغلية وبلا وش. ايه مغلية وبلا وش. بلا سكة. وبلا سكة. كيف معك؟ هاد من هاد يرجع الزمان يعود. هاد لك هاد من هاد يرجع الزمان يعود ونرجع إلى الشام ونقول هذه هي الجنة أمان 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 شيبي. لك يقبرني الله تبع الترغلة تبعك. حيو بياسي. حيو أبو شاكور. خود وعطي. أفرتوا لأبو شاكر؟ أفرنا. إيه حفظ شكله منيح؟ حفظ شكله بس قل لي شو بدك مني؟ شغلة بسيطة كتير. شو هي؟ كتير بسيطة بياسي. بدك تخطفوا لعندي. شو؟ بدك ياني أخطف واحد عند التور؟ لا يا أبو ياسي. شو مالك زلمة أنت؟ إلي بطك بتهد الحيط. إيه زلمة. بس أنا بحياتي ما اشتغلت هيك شغلة. أكبر عاملة عملناها نشلة مصاري، سرقة بيت، نصبة صغيرة على حدا. على رأسي، على رأسي من فوق بياسي. كله شغل. ورح أكرمك منيح. 100 ورقة لك بياسي. ولو كان أبو شاكوش، أنا هيك شغلة ما بشتغلها قبل ما أعرف شو الموضوع، ولا شو بدك تخطفه للزلمة، ولا ناوي تضحك علي وتورطني شي ورطة توديني على المقبرة. خص عليك يا أبو ياسي، خذ وعطي، خذ وعطي، أنا وصلك على المقبرة. يا عيب شو عليك؟ لك نحن عشرة عمر، 4 سنين أو وش واحد. أخي لا بدي نام بين القبور ولا أشوف منها ما توحشي. طيب، راح أحكي لك بشو بفيدني خطف الزلمة هاد. بشو؟ صراحة على هو ما حكى لي النمس. هذا أبو شاكر بيشتغل عند مأمون، يعني زلمته. وإذا خطفناه راح بقدر بعرف منه وين أراضي النمس. فمات. هي أقبرني الله اللي خلق. هي صعبة كتير علي. عرفت علي شلون شيخي؟ لازم ندير بالنا ونفتح عينينا منيح. السلام عليكم عمي عبد الشاكر. عليكم السلام اهلين. ان شاء الله خلص وصلنا هي الطراحة مش نقعد عليها. لا ما خلصت ارجع بكره. يا رهيب جايش عم تساوي معنا؟ انت قلت لي بلسانه هو قال لي ارجع بعد 10 دقايق. اخي ما عندنا طراريح، هل عندنا شيء؟ ليش عم تتنكر فيه؟ يعني ليه خليك عد كلامك ولا لاني انا مسحر انا ومعتر انا؟ يا سيدي اكان؟ لا ما اكان. اعملوا اللي بتشوفوه مناسب. انا على كل حال رح فاتح ابو كامل بقصه ابو شاكر ورح اخبره بكل شيء عرفنا عنه. يعني بركة هذا الزلمه ما عنده خبر انه هو منتحل شخصيه واحد ثاني. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا شيخي، بس انا بقول انه نتروى شوي وما نخبر عمي ابو كامل بشي.
انت نسيان انه معتز وابو حاتم بعثوا لنا خبر انه لازم ندير بالنا من ابو الورد اللي بيشتغل بالمضافه. ما المشكله انه كمان ابو الورد مأمون بيك هو اللي جابه على الحاره.